هاي كمان لوحه، شوف ما احلى شكلها. طبعا كله بماده ريزين، مغلف ماده ريزين الجمل كامل مع الورد الاحمر مع دله القهوه برضو المغلفه بماده الريزين مع الارضيه. هاي الارضيه رمل طبيعي. طبعا على الحقيقه التصوير احلى، يعني بتحسوه التصوير، يعني يمكن ما بعطيكم حقيقه اللوحه 100% كما يجب، ولكن على الحقيقه بتكون يعني اوضح. شوفوا ما احلاها. انا قلت لكم انا بحب اعمل لوحات كتير غريبه وعجيبه، بحب ادخل كل الاشياء اللي مثلا موجوده بالبيئه مثل الرمل.